أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونري فرعون فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني
Thank you.
وقالت لأختي قصيه
الله أكبر.
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وجاء من الناس يسقون
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب دَهُ مَا تَمْشِي عَلَى
صالحين
صدق الله العظيم.